قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 1200 دونم من أراضي قرى اللبن الشرقية والساوية وقريوت جنوب مدينة نابلس واستملاكها لصالح حكومة تل أبيب. التقرير التالي وتفاصيل. بعد أن أعادوا صياغة قرار المصادرة الذي صدر في عام 83 وبعد أن ثبتوه بشكل رسمي، أبلغ أهالي قرى اللبن الشرقية والساوية وقريوت جنوب نابلس ومن خلال الارتباط الفلسطيني بقرار مصادرة الاحتلال ل 1200 دونم. الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه البلدات الثلاثة والمتلاصقة وضع عين التجمع الاستيطاني الجديد والمنوي سرطنته، وذلك لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات الجاثمة على أراضيهم، وهي مستوطنات شيلو وعيلي ومعالي ليفونا وهيوبال. أعطونا خرائط توضيحية بثلاث ألوان، اللون الأحمر تم ضمه مباشرة للمستوطنين بشكل رسمي على اعتبار بيعتقدوا أنه هاي أملاك دولة، وفي نفس الوقت فيش ثبوتيات عند أصحابها أنهم بيملكوها على الرغم أنه هم لا يملكوا هون. يعني الإنسان اللي في أرضه توارث الأرض عن أجداده يجيب إثبات ملكية، أما المستوطن اللي أجى من أوروبا ومن روسيا ومن وين هذا عنده إثبات ملكية. اللون الأزرق غير مثبتة ملكيته، الأصفر طبعا جيوب صغيرة زي اللي ضر الرماد في العيون انه هاي رجعنا لكم قسم من الارض. ما يجري به العمل الاستيطاني على الارض هو مخطط احتلالي يبدا من بلده كفر قاسم ويصل الى منطقه سلفيت ويمتد الى محافظه نابلس عند مفترق زعتره وصولا الى منطقه اللبن والساويه وقريوت وانتهاء في منطقه الاغوار، اي تهويد الارض وضم المناطق التي يطلقون عليها مناطق سي لدوله الاحتلال الاسرائيلي. شبك وربط المستوطنات بعضها بعض، هم يتكلمون عن يعني بالمفاوضات الأخيرة كانوا يتكلمون عن سننسحب من بعض المستوطنات إلا التجمعات الاستيطانية مثل معالي أدوميم أو غوش أتسيون. الآن هم يريدون تسابق مع الزمن، إذا في كان مفاوضات مستقبلية بضغط دولي سيقولون لن ننسحب من خمس تجمعات استيطانية، منها تجمع هذا الاستيطاني أو تجمع يعني جبل الخليل الذي يجرى العمل به الآن أو تجمع في محافظة سلفيت، دفن حلم الدولة الفلسطينية أو أن يكون هناك دولتين. من المؤكد أن الدنومات المصادرة أكثر بكثير من الذي أعلنت عنه إسرائيل، والتي تعمدت عدم تقديم خرائط هيكلية بهدف تضليل المواطنين كي لا يستطيعوا حصر الأراضي التي صدرت. العبرة في الحرص على زراعة الأرض وعدم إهمالها، لأن القانون الإسرائيلي يجيز استملاك الأرض المتروكة. من قرية الساوية جنوب نابلس، زينة صندوقة، رؤيا.